بس الحقيقه قبل ما اتناول معاكم الاخبار في كلمتين كده في قلبي عايز اقولهم لجمهور النادي الاهلي، مني لجمهور النادي الاهلي واللعيبه اللي شايفين. زي ما قلنا قبل كده تيشيرت النادي الاهلي تيشيرت تقيل ومكانه كبيره لو تعلمونا عظيم. النادي الاهلي لو حسبت الموضوع معاه فلوس انت الخسران. النادي الاهلي عمره ما يتقيم ابدا بالفلوس، وتيشيرت النادي الاهلي عمره ما بيتقيم بالفلوس، الفلوس هتيجي والمجد هيجي. انا بس هدي مثل بسيط صغير مش هطول عليكم في هذا الموضوع، ميسي في برشلونه. ميسي اتعرض عليه اكيد اضعاف اضعاف الارقام اللي بياخدها في برشلونه. طب ليه ما سابش برشلونه؟ لانه بيدور على المجد. والنادي الاهلي يعني المجد. النادي الاهلي يعني التاريخ اللي انت عمرك ما تقدر ترجع بالزمن تاني عشان تعمل تاريخك. فالنادي الاهلي التاريخ اللي احنا بنقول عليه والانجازات هتلاقيها في النادي الاهلي. لو حسبت الموضوع فلوس صدقني انت الخسران. الفلوس هتيجي. هتيجي مع المجد وهتيجي مع كل شيء بعد كده. ولكن دي كلمتين كانوا في قلبي لازم اقولهم عشان اي حد بيفكر في يوم من الايام انه يجي يرتدي تيشيرت النادي الاهلي او بيفكر يجدد عقده مع النادي الاهلي او بيفكر في اي شيء يخص كلاعب يخصه كلاعب جوه النادي الاهلي لازم يقيم الامور كذلك. النادي الاهلي لا يقيم باموال، لان انت لو قيمته بفلوس صدقني انت الخسران. معلش كان الكلمتين لازم اقولهم نخش في موضوعنا ونخش في اخبارنا.